اقليم كردستان والذي يتمتع بحكم ذاتي منذ اواخر فتره حكم صدام حسين اعلن عن تنظيم استفتاء شعبي حول الاستقلال في الخامس والعشرين من ايلول سبتمبر القادم رغم معارضه بغداد وبعض الدول الاقليميه التي تحافظ على مصالحها في البلاد وسيجري الاستفتاء في مناطق الاقليم الكردستاني بالاضافه الى المناطق المتنازع عليها وسيصوت السكان بنعم او لا حول قبولهم بالاستقلال عن جمهورية العراق أعتقد طوال أكثر من ثلاثة أشهر توصلوا إلى قرار بأن قضية الاستفتاء أصبحت قضية جوهرية يعني تتناسب مع مقضيات المرحلة على الرغم ما فيها من مخاطر وممكن من تأثيرات سلبية ممكن يتضرر الأقليم من عدة نواحي لكن على ذلك يعني هو يمارس ويباشر حق تقييم مصيره اعتقد الاقليم يعني بات قراره في الموضوع الاقليم هي كل المناطق المستقطعه زائد الاقليم كلسان الحالي فيما تترتب اشكالات ومسائل عالقه حول الاستقلال وما بعده تعلق ببقاء المواطنين العراقيين العرب المقيمين منذ سنوات في أراضي الإقليم وحسم ملف الشريط الحدودي لكردستان وشكل العلاقات الدولية والإقليمية مع الدولة الجديدة لكردستان في الحقيقة قيام حكومة أقليم كردستان أو قيام شعب كردستان بالإجراء استفتاء هذا لا يعني وإن حصل على الأصوات هذا لا يعني بأن أقليم كردستان سوف ينال استقلاله، إنما هو إجراء دستوري، إجراء قانوني، سياسي، سلمي، معترف به دولياً. الخطوة التي تأتي بعد الاستفتاء هي قيام حكومة إقليم كردستان أو رئاسة إقليم كردستان أو القيادة السياسية في إقليم كردستان بتشكيل لجان تفاوضية، دبلوماسية، سياسية، لغرض التفاوض والتباحث على عن هذا الموضوع مع. الحكومه العراقيه ومع حكومات على مستوى دول الاقليم وايضا ربما مع الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي فيما شكل الاقليم لجنه عليا برئاسه رئيس الاقليم مسعود بارزاني وممثلي الاطراف الكردستانيه الاخرى لاكمال اجراءات الاستفتاء المزمع اجراؤها في سبتمبر ايلول القادم وأخيرا سيجرى الاستفتاء الذي طال انتظاره استفتاء إقليم كردستان كدولة منفصلة عن العراق ولكن ماذا بشأن المناطق المتنازع عليها وماذا بشأن العلاقات الدولية من اربيل عبيد الشريف